تدلايا على ابنك. وإذ لم تفرد ضلوعك وش النوم تحميني. وإذ لم تفرش جناحك وتحت البار تدفيني. وإذ لم تنطقي بالحق كلمة لأ تسانديني. وإذ لم تسحقي عداكي واللي ولاه لسواكي وجاهل إني حماكي حما ديني. وإذ لم ترفضي قهري وتنصهر في شراييني. إذ لم تحلفي والله والله لا تتمسى ولا ملا وحط القدس في عيوني. وإذ لم تكتبي بالمسك عزيز عيني على كبيري. وإذ لم تحرم الفشار عبيد اللسة والشطار وتديني. وإذ لم تكتبي بالمسك عزيز عيني على كبيري. وإذ لم تفعلي ما قلت ما قلتي وما كان الأمل ابنك. يا مصر يا وقضاء
باب اللص صاحب السوابق واخذ الحق العظيم واخذ الكرسي الكريم واخذ التفجير واخذ التجليل بقاعد في القاعة مثل العجل المظلوم يقدم طلب الظالم غضب وفرشته ملاية زي غدرية من حلب القاضي هو السبب أيوة السبب الغنية وهم مغلينها وأثمنها يا صاحبي والحرام اللص فحم القاضي والقاضي خف في القاعة دي ادعي نجيك من المخبي واحد يقدم مظلمة لقاضي القضاة المعلمة يا شكلها القاضي قال له بلاش عمل انت هنا في المحكمة عند فرن الشيك تمام قال واحد بدر قال لي حمرها ليا وقعد على كمان شويه طب حمرتها وانا والقاضي انت هتشتي بسمتك اصلي خلناها سوا وهي ولع اللي خلق صاحب الوزه رجع لي دفع المعلوم وقال لي الامانه قلت له اول واحد قول له طار طيب اذا كنت انا عارضها قدام في الصديق لما دولار الفلوس وصل 600 يعني كارف مستوي فعصب ضرورولي وقف وحصل حصل الرعب وصار عينه كتر من الشرار والخناقه في النقل والخناقه تحب الخفيه والضربه القويه هتلو مني قنبليه وقنبوسيه واللي جاي عشان يعود هتلو برضه قنبليه وقنبوسيه ولا هتاكل عوانت وربحيه يا سيد القاضي ¡Suscríbete al canal!
ركزت ثم باب ثم غربت منها هذه الأوزة. موضوع النزاع كانت لي أنا وملكي. Thank you.
الحراره بناء عليه ان يملأ. يعني ما مستحيل كما على الحران ان يملأ ماء افرغه. الذين
عندنا